برغم التقدم العلمي والتكنولوجي إلا إننا لسه في حاجات كتير ما نعرفهاش عن كوكبنا، خاصة المناطق اللي صعب الوصول ليها بسبب مناخها القاسي. ومن المناطق دي هي القارة القطبية الجنوبية، واللي تعتبر من أكتر الأماكن غموضاً على وجه الأرض وبتحتوي على كتير من الأسرار الطبيعية. النهاردة هناخدكم كده في رحلة للقارة القطبية الجنوبية علشان نكتشف أهم الحقائق اللي تم التوصل ليها. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك، ولو جديد معانا اشترك وفعل زر الإشعارات علشان يوصلك كل جديد. شلالات دموية. ومن الحقائق المثيرة للاهتمام هناك برضو وجود شلالات دموية. هي عبارة عن مية وفيها نسبة ملوحة وحديد عالية شوية، لما تتفاعل مع الأكسجين بتتحول للون الأحمر الدامي. أفضل مكان لسقوط النيازك. بحسب اللي توصله الخبراء، القطب الجنوبي هو المكان المثالي لسقوط أي نيزك. كمان من السهل إن هو يكتشف النيازك الحجرية على السطح الأبيض للقارة مقارنة مع مناطق أخرى من الكرة الأرضية. ومن أول سنة 1976 لحد دلوقتي تم جمع أكتر من 20,000 من عينات نيازك متنوعة الأحجام على أراضي القطب الجنوبي. أفضل مستودع مائي. بيوجد في أراضي القارة الجنوبية حوالي 90% من جليد كوكب الأرض و70% من المياه العذبة. علشان كده في حال ذوبان الجليد واللي بيسمى الجليد القطبي هيرتفع مستوى مياه المحيطات بأكتر من 60 متر، واللي ممكن يؤدي لكارثة عالمية. سمك القشرة الجليدية. بيصل معدل سمك قشرة الجليد الموجودة في القارة القطبية الجنوبية لحوالي 1.6 كيلومتر باستثناء المناطق الجافة طبعا، ولكن بيختلف سمك القشرة الجليدية دي بحسب المنطقة الجغرافية، فبيكون الجليد في الجزء الشرقي من القطب الجنوبي أكتر سمكاً من الجليد اللي موجود في الجزء الغربي. أكبر جبل جليدي. بيبلغ طول جبل الجليد B15 أو B15 الواقع في القارة القطبية الجنوبية حوالي 300 كيلومتر تقريباً وعرضه 40 كيلومتر، وده بيخليه أكبر جبل جليدي على سطح الأرض بحسب الأبحاث. جبال جليدية مستطيلة تماماً. اكتشف عالم في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا جبال جليدية مثيرة للدهشة شوية. هي مستطيلة الشكل وعندها زوايا حادة وسطح مستوي تماماً، وكانت بتنتشر فوق شبه جزيرة القطب الجنوبي الشمالية، وبتبلغ مساحة سطح واحد منها 5800 كيلومتر مربع ووزنه تريليون طن. وهي بس كده شوية حقيقة عن القارة الجنوبية اللي نتمنى انها تكون عجبتكم، ونتمنى كمان الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم فعلا ما تنسوش اللايك. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.